الأخبار العالمية، ونبدأ معاكم بأخبار لاعبينا المحترفين، ونبدأ بمحمد صلاح. محمد صلاح يعيد فتح حساباته على السوشيال ميديا، وده بعد ما اختفى بثلاث أيام. إيه اللي حصل وليه محمد صلاح اختفى عن السوشيال ميديا؟ دي كانت حملة دعائية لأحد المنتجات أو الشركات الكبرى في التوصيل أو عمليات الشحن، وبالتالي محمد صلاح كانوا عايزين يوصلوا رسالة إن اللي عايز يوصل لمحمد صلاح بعد إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لازم يتواصل معانا ويبعت له رسالته بنفسه. محمد صلاح يتفوق تهديفيا على 5 أندية في دوريات أوروبا الكبرى، وأيضا ويست بروميتش يحتفل بعيد ميلاد أحمد حجازي، واللي احنا كمان بنقول له من خلال قناة النادي الأهلي وبرنامج وورلد سبورت، كل سنة وانت طيب يا أحمد، إن شاء الله الموسم اللي جاي تكون في الدوري الإنجليزي الممتاز أو النادي الأهلي. تريزيجيه يشارك في تأهل ماراثوني لقاسم باشا لربع تركيا. تريزيجيه بسم الله ما شاء الله بيتألق مباراة تلو الأخرى. وباوك اليوناني يعلن رحيل عمرو وردة إلى أتروميتوس رسميا. كنا قلنا الأسبوع الماضي إن في بعض المفاوضات مع عمرو وردة للرحيل عن باوك أو استبدال نادي باوك بعمرو وردة بلاعب آخر، لكن اللاعب بيعلن رسميا إنه أنهى الموسم مع فريق باوك علشان ينتقل مع أتروميتوس اليوناني. تعالوا نشوف بقى فيديو استقبال عمرو وردة في فريقه السابق أتروميتوس، وكلم ووجه كلمة للموقع الرسمي ولجمهور اليونان، ونرجع نكمل مع حضراتكم. I'm very happy that I turned to this team. This team helped me last year to be the MVP of the Super League. I was best player in the Super League because they helped me, all the team, all the people work here, all at Atromitos, from the president till the last small player. I came here to help the team and to make something good this year, better than last year, to go to the qualification of Champions League. And I play in the World Cup from this team, and now I have Copa Africa in June. I wish to be like last year, and I will play Copa Africa when I will be in Atromitos. So I wish to continue in good way with the team together like family, and I am here to help everyone, and everyone will help me. And عمرو وردة سعيد بقدومه مرة أخرى إلى نادي أتروميتوس اليوناني، وبيتمنى كل التوفيق لي ولزمايله وللفريق في الفترة القادمة. أخيرا كريم حافظ يودع كأس تركيا مع فريق بشكشير التركي. كريم حافظ المنتقل من الدوري الفرنسي إلى الدوري التركي للأسف بيفشل أنه يحافظ على فرص حظوظه مع فريقه في البقاء في كأس تركيا. خلصنا مع حضراتكم فقرات الأخبار العالمية وأخبار محترفين المصريين، وتكلمنا في مداخلة مهمة جدا مع نيل جونز على محمد صلاح. جه الفقرة أو الوقت اللي حضراتكم يعني بيكون مفضل ليكم وبتحبوه جدا وبتستمتعوا بالفقرة الفيديوهات المنوعة بشكل